بهذا المقطع قررت اني اجيب اسلوب السوبر هي من يا اخوان، ونشوف قوته ونشوف مهاراته، هل يا اخوان منافس لاسلوب الدم؟ اوكي هذا الشيء يا اخوان راح نشوفه بهذا المقطع. السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد او برنس. قبل أن نبدأ لا تنسوا تصلوا للنبي مقطعنا اليوم من روبلوكس وبلوكس وفروت. كل اللي عليك اللايك، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. لا تنسى دعمنا المقطع بلايك وانشر المقطع بكل مكان. ربي يحفظك ويسعدك حبيبي، ومر عليكم المقدمة اكثر. خلونا نبدأ. اوكي اصدقائي، مبدئيا يا شباب لازم اول شيء يكون عندكم ثلاث اساليب مرقيهم لفي الثلاثمية، اللي هن يا اخوان اسلوب سانجي واسلوب اليورجين واسلوب البرق. اوكي يا اخوان لازم يكونوا لفل 300 اوكي حبايبي، عشان يا اخوان نقدر نجيب اسلوب السوبر هيومن. اوكي خلونا هلا يا اخوان نفرجيكم من وين نجيب يا اخوان اسلوب السوبر هيومن. لايك واشتراك يا حبيبي. اوكي في واحد يا اخوان، احد المتابعين راح يفتح فاكهة بحظي. تعالوا نشوف ايش راح يطلع له. يا تعال تعال افتح، وينك افتح لنشوف ايش راح يطلع له. يلا نشوف يا اخوان بحظي. اوكي راح يفتحه بحظي، يلا نشوف ايش راح يطلع له. طيب هات نشوف ايش طلع لك. ايش طلع؟ اها روب فكت لوفي، فكت لوفي. طيب اوكي اوكي ما بدك اياه، تمام. لا طيب تعالوا نشوف يا اخوانك حظنا، نشوف يا اخوان حظنا. نفتح فاكهة قبل ما نروح. يلا يا شباب يلا يا حبيبي، واللي هي يا حبيبي. اوكي اصدقائي يا اخوان، راح نجي يا اخوان على جزيرة الثلجية يا اخوان بالعالم الثاني، تمام. شايفين يا اخوان جنب جزيرة الورود، شايفين هاي جزيرة الورود، وهي يا اخوان اللي هي الجزيرة عم نحكي عليها. طيب اول ما نجي ايش راح نسوي؟ شوفوا هاي الجسر وهي صاحب المهام. اما نروح هيك يا اخوان سيوي، تمام، بنروح على اليسار، تمام. شوفوا يا اخوان هون شايفين هذا المطب، شايفين بننزل هيك عليه، شايفين هيك يا اخوان، هي يا اخوان شو اسمه. اوكي هي الجسر هون هناك، وهي يا اخوان بتجوا هيك على اليسار، طب هيك عزي شوفوا هيك. ورح نروح يا اخوان هون على الباب هذا، تمام، على الباب رح ندخل هيك لجوا يا شباب. وهذا هو يا اخوان صاحب السوبر هيومن. اوكي هذا هو يا اخوان البياع، رح نشتري يا اخوان. شايفين راح ياخذ منا 3 ملايين ليرة، تنطح ليرة. اوكي يا شباب راح تروح 3 ملايين. او ماي جاد او ماي جاد، اخيرا يا شباب اشترينا يا اخوان السوبر هيومن، تمام. شايفين لسه يا اخوان انا يعني بدي ارقيه ونشوف يا اخوان المهارات. اوكي طيب يا اخوان متحمس له كثير، مره متحمس له. اوكي يا احد المتابعين هذا والله مبروك على 22 مشترك، يبارك فيك حبيبي، والله يبارك فيك، ان شاء الله مليون حبيبي، ربي يسعدك. يلا شباب نروح يا اخوان، نروح يا اخوان عالم ثالث عشان يا اخوان نرقيه بسرعه. ليتس جو حبيبي. اوكي اصدقائي انتقلنا للعالم الثالث، خلوني يا شباب نشوف هل موجود يا اخوان البوس. اوكي في في الجزيره الاولى عشان يا اخوان نقتله وناخذ يا اخوان على السريع لفل. يلا ان شاء الله يكون موجود موجود. اوكي يلا شباب نروح نفرمه على السريع. يلا يا حبيبي تعال 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 تعال، خذ لك هي، ابلع هي على السريع، بعدين خذ لك هي، خذ لك هي، حلو يلا على السريع ابلع، خلينا نبلعه شوي بس. خذ هي خذ هي خذ هي خذ هي خذ هي، يلا نكسبه بقى يا شباب نكسبه. خذ هي خذ هي ابلع، يلا على اللوبي. نايس لفل يا حبيبي لفل لفل يا حبيبي لفل. اوكي يلا 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 على 110 نشوف المهارة الأولى. طيب يا يلا يلا يا حبيبي، لا والله هذا يا اخوان راح يتعبنا، شكله شكله راح يتعبنا هذا الحبيبي. اوكي اصدقائي راح نقتل يا اخوان كمان البوس الموجود بجزيرة الشجرة الكبيرة، تمام. يعني يا شباب عم ناخذهم يا اخوان احسن من بلا. يلا هذول البوسات يا اخوان بيساعدونا يا اخوان نرفع الليفل، احسن ما نضل ساعة نقتل البوتات. يلا يا اخوان ليتس جو ليتس جو نقتله. موجود صح؟ ايوه موجود، هذا هو يا شباب على السريع موتوه. ايوه حلو 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 حلو، اوه ماي جاد والله عاصرته. خد هاي اوه وين لا لا تموت لا تموت، هدي 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 هدي. ايوه تعال نطلق باب الاسلوب، خد هاي خد هاي
ابلع. ايوه، لف اللف يا حبيبي. طيب يا اخوان، فتحت عنا اول مهارة، خلينا نشوفها يا اخوان مع بعض. يلا يا شباب، متحمس للمهارة الاولى؟ ايش راح تكون هي؟ انا ماني مجربها طاوله نهائيا ولا شايف. اوكي ليتس جو، راح نجربها. نقول بسم الله، هات لنشوف. اوه ماي جاد، لا شباب، مسك فيه ومسك اسطوري اسطوري. اوه ماي جاد، لسه يا اخوان مو مرقه وهيك. نشوف. ايوه يا حبيبي، لا يا شباب راح يكون هذا يا اخوان جدا قوي هذا الاسلوب. وعمول يا شباب ليش عم يقتلوني صيادين البونتي؟ عم اقول كيف عم يمسكوني هالمسكه هي. شوفوا يا شباب، شوفوا شو ما بخليك تحرك يا زلمه. ايش هاد، ايش هذا الاسلوب الاسطوري الفخامي هذا يا حبيبي؟ البيج ما موجوده، تمام. خلونا كمان يا اخوان نفرمها، تعالوا ناخذ مهمتها عشان يا اخوان نكسب فلوس. يلا يا شباب نروح على السريع يا اخوان نقتلها قبل ما حد يجي كمان يشرك علينا. او يا اخوان خلاص، ما هي يا اخوان ما في عليها تشريك، يعني لو حدا اجى ضرب معك ما راح يجيك يا اخوان نفس الشيء. طيب يا اخوان يلا يا شباب نجلدها على السريع. يلا يا شباب نجلدها، تعالي تعالي ابلعي هي. حلو، ايوه تعالي تعالي حبيبي، تعالي 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 ابلعي باب الكوس، ابلعي نشوف كم راح تلف لنا. خدي هاي خدي هاي، ابلعي نايس، لفل يا حبيبي. يلا يلا على 220، لا بس هيك يا حبيبي. يلا شباب نروح يا اخوان لف، نقتل يا اخوان بوتات على السريع. ليتس جو الشباب، هدي وين هدول. حلو، ضل شوي، يلا يلا ضل اخر اثنين اخر اثنين اخر اثنين. يلا موت حبيبي، هلا والله هلا، ارحب ارحبي ارحبي يا المهارة، والله متحمس لها كثير. تعالوا نشوف ايش هي يا اخوان، تعالوا يلا تعال حبيبي انت هيك، ايوه تعال تعال، والله بدي اجرب عليك المهارة لحالك. ايوه تعال ابلع. او ماي جاد يا اخوان، دمج اسطوري 3500 بس يا شباب، تعطيك ستن. هاي يا اخوان كمان العدو راح يطير لما تدمجه بهالدمج، يعني شباب هيك. تعالوا نشوف، تعالوا نشوف مرة ثانية، تعالوا. اوه ماي جاد، لا اخوان حلوة بتدمج حواليك، يعني شباب في مسافة كتير كبيرة، يعني لو كان الخصم مثلا بعيد هيك او هيك بتدمجه بتحسن تصيبه. تعالوا يا شباب نتأكد، خلونا نشوف مثلا الخصم هيك، تمام الخصم هيك تمام حبايبي. خلونا نشوف هيك مثلا عن بعد. اوكي عن بعد، حلو قلت لكم يا اخوان بتدمج الخصم عن بعيد شوي. اوكي مسافته حلوه. يلا شباب مستمرين بالتلفيل حتى يا اخوان نحصل المهاره الاخيره، متحمس له مره يا شباب المهاره الاخيره، كثير متحمس له. طيب نايس، يلا يا اخوان اخيرا نشف روحي يا زلمه، نشف روحي. يلا اخر اثنين اخر لفلين ضلوا، يلا تعالوا انتوا على السريع ذبحكم. ايوه ابلع، هلا والله ارحب يا ارحب. اخيرا يا شباب فتحت اخر مهاره، اخيرا اخيرا. يلا شباب متحمس نشوف ايش راح تكون. يلا يا شباب متحمس مره، تعالوا نجرب على هذا الحبيب. تعال حبيبي هيك تعال، ايوه ايوه تعال لحالك. يلا يا شباب نجرب عليها، بزقوم بسم الله. بس هيك يا شباب انا شفت اول شيء المهاره الاولى والله شفت اول شيء المهاره الاولى، يعني بس هيك تشوش كم دم جاب الله. نشوف شو فرقت على المهاره الثانيه الاكس، شو فرقت عليها؟ والله ما فرقت شيء يا اخي، حرام لازم يا اخوان يطوروا اكثر من هيك. ولكن عشان متحمس انا يا اخوان لما نسوي يا اخوان في 2، تمام؟ يا اخوان بكون وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى يا شباب انه الفيديو عجبكم واستفدتوا، يا ريت تدعمون المقطع بلايك، تشتركوا بالقناه اذا ما انكم مشتركين، وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، كان معكم اخوكم محمد، مع السلامه.